من أهم دوافع للسفر. هي رغبتي من زمان مواصلة موضوع ومشروع حوار الحضارات والثقافات بالفن والمسرح وكافة صنوف التربية الجمالية. هاجر العديد من الفنانين السوريين بما فيهم الرسامين الراقصين الطهاة والكتاب لأوروبا، وشافوا أنه مهنتهم وشغفهم فتحت أبواب للحوار والانتماء. وباب يفتح باب ولحن بجر لحن. أنا كان هدفي كان بس من الأساس أني أنا أعزف فقط، يعني ما كان عندي أي غاية أخرى، ولكن طبعا صار تفاعل كتير كتير كبير. من تجاوزت مخاوفي من الكتابة بعد أول قصيدة كتبتها في فرنسا، كان هذا يمثل لي كل النجاح اللي أحلم به. في أشخاص حسيت الأعجب باللوحة، بس ولكن ما بعرف، بس ما أخذ اللوحة متهديتهم إياها، يعني الشرط مو معدي خلص. أنا هدفي أني اندمج معكم. عرف الفنانين السوريين قوة فنهم بتقوية المجتمعات المتنوعة والنابضة بالحياة، كمان عرفت العديد من الجهات المحلية هي الأهمية. والشيء الأهم، اجت وزارة الثقافة بمدينة زيورخ، اشترت شهر كامل وأخذتهم ووزعتهم على المكاتب تبعها، فصار عندي اسم، صار عندي حضور، يعني صار عندي حضور بوسط التشكيلي السويسري.